بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم ومرحبا، لقاء جديد عبر أكثر من زاوية. في هذه الحلقة نناقش خطاب السيد الرئيس أمام الهيئة التشريعية، والذي كان اليوم. هذا الخطاب يحمل بين سطوره الكثير، ويحمل في تسلسله الكثير أيضا من الأحداث التي مرت على السودان في الفترة الأخيرة. حمل أيضا بعض الإشارات وبعض الرسائل، وحمل أيضا بعض البشريات. من خلال قراءة هذا الخطاب نتحدث في هذه الحلقة عن بعض أيضا النقاط الجديدة التي أتت لأول مرة في خطاب السيد الرئيس. تحية لكم، تحية لضيفنا الكريم الأستاذ تاج الدين بن نجا، عضو مجلس الولايات حزب المؤتمر الشعبي. مرحبا بك دكتور تاج الدين. مرحبا بك. يا أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بكم أخي. بداية نبدأ بتوقيت هذا الخطاب، يعني السيد الرئيس بدأ بالتحية وبالتهنئة، وبدأ بتحية وتهنئة العام الهجري الجديد وتهنئة الهيئة التشريعية بدورة جديدة، ومن بعدها انطلق هذا الخطاب. لكن المتابع للأحداث السياسية سواء على النطاق الداخلي للسودان أو الخارجي سيجد أن هذا الخطاب جاء في وقت بدأت فيه حملة جمع السلاح مثلا، جاء في وقت بدأت فيه نوعية الاستقرار تعلى أو درجة الاستقرار تعلى في دارفور وفي كثير من الولايات التي كانت تشهد بعض الاضطرابات. جاء في وقت فيه ملف حقوق الإنسان في جنيف يحدث تطورا ملحوظ، جاء أثناء أيضا مباحثات ورسائل في الولايات المتحدة، وأيضا اقتراب موعد رفع العقوبات نهائيا في 12 أكتوبر القادم. جاء وسط أحداث كثيرة، يمكن ما ذكرته هو ما حمله الإعلام في أسبوع الفائت فقط. توقيت هذا الخطاب ورأيك فيما قرأته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة خطاب السيد الرئيس اليوم في الهيئة التشريعية هو إيزان ببداية عهد جديد، وهو هذا أول خطاب لرئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية القومية بعد الحوار. لأنه هذا أول خطاب رئيس الجمهورية يصبح رئيس للجمهورية في وجود رئيس وزراء. صحيح. حتى آخر خطابه في الدورة السابقة في أبريل، حتى ذلك الحين كان هو رئيس الجمهورية. نعم. لم تتكون حكومة الوفاق بعد. والجديد ايضا الهيئه التشريعيه القوميه، ده اول خطاب للهيئه التشريعيه القوميه بشكلها الجديد بعد الوفاق، شكل ما بعد الحوار. لو كان الهيئه التشريعيه القوميه كانت جميعا منتخبه. نعم. الحوار اخر عليها عضويه بالتعيين، اصبحت هيئه تشريعيه قوميه جديده بشكل جديد بفلسفه جديده بتكوين جديد. نعم. عشان كده اليوم خطاب اليوم يتسم باهميه خاصه، ده الخطاب الانطلاقي لحكومة الحوار، حكومة الوفاق الوطني، ولأول مرة تأخذ شكل مؤسساتها بصورة كاملة، الهيئة التشريعية بشكلها الجديد، رئيس الجمهورية بشكله الجديد. وكالعهد بالأخ رئيس الجمهورية يؤكد دائما التزامه بالحوار. يعني ظهر في خطابه بصورة جديدة جدا، ويقول أرجو أن أجدد تأكيدي عن عزمي المضي قدما بخطى ثابتة وراسخة نحو تنفيذ مشروعنا الوطني للحوار. يمكن دي لازمت الأخ رئيس الجمهورية خلال 3 سنوات من 2014 منذ انطلاق الحوار وخطاب الوزبة، كان باستمرار يجدد عزمه وتأكيده للمضي قدما في إنفاذ مخرجات الحوار. صحيح. وظهر في خطاب اليوم حتى الأولويات الركز عليها الأخ رئيس الجمهورية، أولوية السلام ومعاش الناس والتنمية، تكلم عن انتخابات، تكلم عن تركيز الخدمات المتعلقة بالكهرباء والتعليم وغيره، الصحة وما إلى ذلك. الصحة وغيره. طيب احنا يعني قبل ما يصل حضور شديد جدا. يعني أنا ما أدخلش في الخطاب الآن، لأن الخطاب قدم اليوم ومفروض الهيئة التشريعية القومية تناقشه في الأيام القادمة عشان تخرج منه بتوصيات، وأنا واحد من أعضاء الهيئة التشريعية القومية، المفروض وأنا ما نراه في خطاب بعد دراسة وتحليل خطاب رئيس الجمهورية الناس تطلع بالرؤية الكاملة فيه، لكن حقيقة الصورة العامة للخطاب
تؤكد انه الرئيس ما زال ملتزم ويعقد الالتزام والتعهد مع نفسه في انفاذ مشروع مخرجات الحوار. طيب خلينا ناخذ جزء من خطاب السيد الرئيس اليوم امام الهيئه التشريعيه لنذكر الناس ببعض ما قاله السيد الرئيس ونعود لتحليل هذا الحديث. هذا البرنامج التركيزي خلال الفتره الزمنيه المقرره 2018-2020 وسنشأ خلال مقابلات مقبلة الأيام لهذه المتابعة آليات برئاسة الجمهورية ومشاركة نائبي الرئيس ومساعديه وبعض الخبراء وأهل الاختصاص لمتابعة الأداء الكلي لرئاسة الدولة في تنفيذها لمحاور هذا البرنامج فيما يتصل بمطلوبات السلام والوحدة والاقتصاد الكلي والإعلام والسياسة الخارجية، فضلا عن تولي البحث التفصيلي لقضايا الأمن والدفاع في إطار مجلسها القائم مجلس الدفاع والأمن الوطني ومتابعة أداء الأجهزة العاملة في إطار شؤون رئاسة الجمهورية من مفوضيات وآليات أخرى، وكل ذلك بتناغم كامل وتنسيق محكم مع اللجنة العليا لمتابعة وإنفاذ مخرجات الحوار الوطني حتى يكتمل البنيان الوطني وحتى ويهيئ لبلادنا لحكم راشد يحقق الاستثمار الأمثل لمواردها ولحسن توظيف عائدها لتنمية إنسانها بلوغا للتنمية الشاملة. ولا شك أن منهج المتابعة هذا ستحكمه رؤية تجديدية لآليات العمل على مستوى الحكومة وأجهزة الدولة لنتدخل فيها بالتقويم والتعديل والتغيير للمحافظة على إيقاع الأداء نحو الغايات المشهودة متى كان ذلك ضروريا ومطلوبا بإذنه تعالى. استكمال بناء نموذجنا الاقتصادي الذي يعتمد في النمو على قاعدة عريضة من المواطنين من خلال منح دور أساسي للجماعات المحلية في النشاط الاقتصادي بما يحقق التوازن في تحمل المسؤولية في التنمية والتوزيع العادل للمنافع وبين كل أفراد المجتمع وزيادة فرص استفادة الشرائح الفقيرة من النمط التنموي بما يحقق نموا اقتصاديا يستفيد منه الفقراء بتوليد فرص عمل جديدة ويؤمن وصول الناس للخدمات الأساسية في إطار الموائمة ما بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للناس في حياة كريمة، وذلك بتحفيز قوى الإنتاج في إطار دور ريادي للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة النشاط الاقتصادي في إطار شراكة استراتيجية مع هذا القطاع بشقيه المحلي والأجنبي. وما حققناه من تحول إيجابي في علاقات الخارجية نحو قضايا السودان وجهوده التنموية، الأمر الذي دفعنا إلى ترتيب أولوياتنا وفق ما تحقق وفي ضوء ما ورد من توصيات ملزمة في وثيقة الحوار، وذلك بإدماج هذه التوصيات في الخطة الاستراتيجية الثالثة للدولة للفترة حتى 2020 ليكون بعد إجازتكم لها بمثابة الوثيقة المرجعية والحاكمة لمهام حكومة الوفاق الوطني وأجهزة الدولة كافة، وذلك لتقويم أدائها وقياس أثر هذا الأداء. وجاري الآن استكمال إنشاء الآليات التي قرر الحوار الوطني للنهوض المؤسسي بجهود رسم مسارنا الاستراتيجي في تحقيق التنمية الشاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. ندعو منظومة الدولة بكل مكوناتها التشريعية والتنفيذية والمركزية والولائية المحلية لإعادة ترتيب أولوياتها ليتم الالتزام بها وتنفيذها على أرض الواقع خلال المرحلة الثانية من عمر الدورة البرلمانية. تمام، ده جزء من خطاب السيد الرئيس. الجزء ده اتكلم فيه عن آليات لمتابعة سياسة الدولة وحدد ايه هي الملفات اللي هتتابع. حدد ملفات السلام والوحدة والاقتصاد والإعلام والسياسة الخارجية الأمن الدفاع، كلها كانت مفردات لكنها كانت بمثابة ملفات سيتم متابعتها. طبيعة هذه الآلية وأهمية متابعة مثل هذه الملفات الآن. يعني في خطاب الأخ الرئيس ظاهر تقدم الرئيس على منظومة الدولة، نعم،
فيما يتعلق بمشروع الحوار. قناعه وانفاذ. يعني مشروع الحوار الوطني انجز بالتوافق مخرجات توافق عليها كل المتحاورون. اول محطه في انفاذ المخرجات كانت التعديلات الدستوريه. نعم. التعديلات الدستوريه الاخ رئيس قام بدوره فيها، اودع التعديلات كامله زي ما اتت في مخرجات الحوار الوطني الى نهايه التشريع القوميه. بما فيها تنازل عن رئاسة مجلس الوزراء باستحداث منصب رئيس وزراء. نعم. والآن الرئيس لأول مرة يقدم السياسة الكلية للدولة، لأن السياسة العامة أصبحت من اختصاص حسب الدستور اختصاص رئيس الوزراء، والمفروض تظهر في خطابه في الأيام القادمة للهيئة التشريعية القومية. لكن في عبارة حتى هسه الآن جاءت في التقرير وكانت واضحة جدا في روح خطاب الأخ الرئيس، قال هو يطالب منظومة الدولة على المستوى القومي والولايي التنفيذي والتشريعي لإعادة ترتيب أولوياتها. أنا حاجيك لترتيب الأولويات دي. دي أنا ما داير أتكلم فيها كنقطة جوهرية. طيب. وخاطب الرئيس لأنه حقيقة إحساس ويمكن إحساسنا كلنا إنه منظومة الدولة ما مشت بنفس الوتيرة اللي كان المفروض تمشي بها بعد مخرجات الحوار. يعني تعتقد إنه حديث الرئيس كان بمثابة لفت انتباه؟ بصورة واضحة. لابد وأن تنتبهوا إلى أن هناك بصورة واضحة جدا جدا، لأنه حقيقة نحن قلنا المحطة الأولى في إنفاذ المخرجات كانت التعديلات الدستورية. ده كان دور الرئيس وفق الدستور، هو الجهة الوحيدة المنوط بها إيداع تعديلات دستورية لنهاية التشريع القومية. تمام. وفعل. قدم التعديلات الأولى، بعد حصلت احتياجات من قوى الحوار عمل ملحق تعديلات. صحيح. لاستكمال الصورة خاصة متعلقة بالحريات. ولكن منذ ذلك الحين وانا كعضو كنت مشارك في كل مراحل الحوار منذ خطاب الوزبة الى مخرجاته في كل الياته في كل اطوله، ايضا انفاذ مخرجات الحوار ضعيف على المستوى التشريعي والتنفيذي. المؤسسه التشريعيه بعد التعديلات الدستوريه كان منوط بها المرحله الثانيه طوال مرحله القوانين، حتى الان ما دخلت القوانين في برمجة الهيئة التشريعية في الدورة السابقة ولا حتى في الدورة دي ما ظهر بصورة ولا في الجهاز التنفيذي. حتى الحديث عن آليات اللي تكونت في الجهاز التنفيذي اللي هو مجلس الوزراء أو على المستوى الولائي فيما يتعلق بإنفاذ مخرجات الحوار ضعيفة. عشان كده ندار الأخ الرئيس كان واضح جدا إنه إعادة ترتيب أولويات منظومة الدولة، لأنه ما زالت الدولة تسير وفق أولوياتها ما قبل الحوار. يعني حتى الآن تغيرت حتى الآن لو راجعنا برنامج يعني منذ مارس وإعلان رئيس الوزراء وبعد ذاك من مايو إعلان حكومة الوفاق حتى اليوم حوالي 6 أشهر. 6 أشهر لفترة محددة لإنفاذ مخرجات الحوار ب3 سنوات ليست قليلة، ولكن التقدم فيها بطيء جدا جدا فيما يتعلق بمنظومة الدولة التشريعية والتنفيذية على المستوى القومي أو المستوى الولائي. عشان كده كان نداء الرئيس واضح جدا. نعم. ووضع الخطاب أيضا وضع خارطة الطريق معززة لمخرجات الحوار. الأخ الرئيس قال الأولوية الأولى السلام، ودي كانت لجنة أساسية جدا في الحوار وعندها مخرجات مباشرة جدا. بعد ذلك حتى الخطاب تكلم عن تفاصيل فيها فيما يتعلق بوقف الحرب ونزع السلاح، مشى حتى الى عوده اللاجئين والنازحين وتهيئه طيب. البيئه والمناخ. دي كلها مخرجات الحوار. يعني زي الرئيس بينبه الهيئه التشريعيه وبينبه الجهاز التنفيذي يا اخوان عندكم برنامج مخرجات الحوار. وفي كل عباره الرئيس بيتكلم عنها في الخطاب ده عن الحوار طوال بيردف نجدد التزامنا، نؤكد التزامنا بانفاذ المخرجات. نعم. زي كانه اشاره واضحه انه يا منظومه الدوله لو انتوا سرتوا في من هنا لحد 2020 بنفس السيرة لن تنفذ مخرجات الحوار. حتى الرئيس يتكلم عن انتخابات اللي هذه اخر محطة في مخرجات الحوار. نعم. اللي المفروض تحصل في 2020 نهاية حكومة الوفاق. الحوار حكومة الوفاق. وتكلم عن انتخابات وآليات. دي من البرامج المفروض تكون واضحة جدا في منظومة الدولة. عشان كده استوحي من التحديات الأساسية للهيئة التشريعية القومية. وهي بتناقش خطاب رئيس الجمهورية. انه خطاب الاخ رئيس الجمهورية انا اخذت كل المؤسسات في المحك. يا اخوان عندكم برنامج اسمه مخرجات الحوار. تمام.
طيب. أين آلياتكم حتى تكلم عن آليات إنشاء آليات وعن ما فيما يلي قال في مؤسسة رأس الجمهورية لأنه الحوار أيضا خلق لنا شكل جديد لمنظومة الحكم. الآن في مؤسسة اسمها مؤسسة رأس الجمهورية فيها رئيس الجمهورية ونواب ومساعدينه دينهم خارج مجلس الوزراء إلا النائب الأول بصفته الأخرى هو رئيس الوزراء. يعني النائب الأول لو ما كان رئيس للوزراء ما كان بيكون عضو مجلس الوزراء صحيح. كان بيكون في منظومة الرئاسة. الرئيس جدد التزامه في الخطاب يقول إنه هو سينشئ آليات برئاسة الجمهورية بمشاركة خبراء ومختصين لإنفاذ مخرجات الحوار. هذا فيما يليه فيما يلي مؤسسة الرئاسة. هنا التحدي والخطاب مباشر يا الهيئة التشريعية القومية عليكم أيضا أن تنشئوا آليات أسوة بآليات رئاسة الجمهورية فيما يليكم من مخرجات حوار. لأنه الهيئة التشريعية القومية يليها القوانين ويليها مراقبة الجهاز التنفيذي في إنفاذ مخرجات الحوار. حتى الآن لم تظهر في الهيئة التشريعية القومية آليات تتوافق مع الخطاب ده. عشان كده الخطاب يؤكد أنه الأخ الرئيس متقدم على منظومة الدولة في مشروع الحوار في آليات الحوار. لكن ده مش شيء طبيعي لأنه الرئيس هو صاحب المبادرة. 2014 في يناير 2014 قدم هذه المبادرة وكانت بادرة منه هو بأنه هو الذي يجمع هذه الأصوات المتنافرة حتى تكون أصوات منسجمة تعمل في انسجام من أجل رفعة البلاد. لكن دعني من خلال الخطاب أيضا يعني حديث السيد الرئيس كان فيه الكثير من التلميحات. هو أشار إلى الحوار الوطني وأن هذه الحكومة حكومة الوفاق وما إلى ذلك لكنه ذكر هذه الملفات كمفردات. لكن إذا نظرت لجمع هذه الملفات مع بعضها البعض ستجد أنها ركائز داخل الدولة لأنها كل منها يمثل ركيزة داخل البناء داخل الدولة. نقطة أخرى تحدث عن النشاط الاقتصادي ورحب بالنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص داخل السودان وخارجه في إشارة إلى الاستثمارات الأجنبية أيضا. أشار إلى الخدمات التي تقدم للناس من تعليم وصحة وخدمات وما إلى ذلك داخل حديثه. كلها كانت ملفات تضع على عبء جهات أخرى مسؤولية أن يتم إنفاذها بصورة لائقة. زي ما تفضلت الملفات التي تحدث عنها الأخ رئيس الجمهورية هذه مخرجات الحوار. المثل الاقتصادية مخرجات الحوار هي حوالي 1000 توصية. توصية نعم. في أكثر من حوالي 700 كانت عن الاقتصاد توصيات متعلقة بمحور الاقتصاد. عشان كده أصلا الرئيس تكلم عن الخدمات التركيزية لأنه أصلا الحوار في مزاد الاقتصاد ناقش قضية المعاش المستفحلة ووضع عليها حلول خلال 3 سنوات. يعني الحوار ما وضع حلول استراتيجية لمزاد الاقتصاد. عشان كده هنا ظهرت في خطاب الرئيس ظاهر جدا خطاب الرئيس متأثر بروح مخرجات الحوار. عشان كده الرئيس يتكلم عن خدمات تركيزية وتكلم عن مدى زمني من 2018 ل 2020. دي روح الحوار تماما. لكن خطابه واضح جدا انه يا منظومة الدولة لازم كل يعني لانه خطاب الرئيس مزالة الاصلاح هي بنيان كامل عنده اعمدة واحد من اعمدته الرئيس ومؤسسة الرئاسة. لكن لو ما تبعت منظومة الدولة في مستوى التنفيذي والتشريعي القومي والولاي بيصبح كلام الرئيس كلام بلا معنى. لأنه الرئيس ما جهة تنفيذية الآن. الرئيس ما جهة تنفيذية. لو ما الجهات التنفيذية والرقابية والتشريعية قامت بدورها كامل ما بكون في قيمة خطاب الرئيس. خطاب الرئيس بيدي إشارات. لأنه خطاب الرئيس يبغى الدستور. بيتكلم عن السياسة الكلية. لكن السياسة التنفيذية، السياسة العامة، التشريع، الرقابة تعالى مؤسسات أخرى. الآن إشارة الرئيس واضحة جدا. عشان كده أنا بقول التحدي الآن للهيئة التشريعية القومية وهي تناقش خطاب رئيس الجمهورية إنه لازم من استحداث آليات تتناسب مع العهد الجديد. العهد الذي يبدأ الآن ينتهي ب 2020. آليات مثل ماذا؟ يعني ما هي الآليات الآن المناسبة لهذه المرحلة؟ مثلا الهيئة التشريعية القومية هي ممكن تبادر بقوانين، ممكن تأتيها قوانين من الجهاز التنفيذي. طيب في النقطة دي أنا قرأت قبل أيام في تصريح للسيد وزير العدل يتحدث عن ما يقارب لـ 108 قانون سيوضع أمام البرلمان، لكن هذه القوانين ليست كل القانون وإنما مواد
أو فقرات داخل مواد داخل القانون هي التي تستدعي التعديل. والأخ وزير العدل تحدث عن قوانين غير مطابقة للدستور، هذه منذ نفاش. طيب يعني في شغل برضه. لكن أقول لك المفروض دي الآلية الطبيعية، الآن نتكلم عن الأخ وزير العدل، ونحن لما نتكلم عن برنامج مداه الزمني محدود لحد 2020 تحدث عن قوانين، لا بد من إنشاء آليات حديثة، استحداث آليات. الحوار نفس الفكرة كانت حديثة، الحوار ما مشروع تقليدي، الحوار مشروع جديد، مشروع حديث. نعم. توافقوا فيه ناس مختلفين في الرؤى أيديولوجيا وسياسيا باختلافات كبيرة جدا، لكن لأنها كانت آلية جديدة. يعني لو مرة السودانية يقعدوا في مائدة متساويين، السودان كان متعودين على نمط المفاوضات، حكومة في مائدة ومعارضة في مائدة. نعم. الحوار ما كان كده، الحوار كان مائدة مستديرة للكل، للكل متساويين. الحكومة حتى المواطن الوطني يمثل كان داخل الحوار بنفس تمثيل الأحزاب الحديثة التي تكونت، فكانت الأوزان صفرية، كانت الأوزان صفرية. أيوة صح، ما في أوزان. دي فلسفة جديدة، نحن الآن محتاجين لآليات تتوافق وتتناسب مع فلسفة الحوار. طيب الآن مثلا في الهيئة التشريعية القومية، في النقطة دي يعني عفوا للمقاطعة، لكن أنا سأضع نفسي مكان المشاهد. يعني أي إنسان سيقول لك يا أخي ما أسهل التنظير، ما أسهل الحديث، لكن حينما تأخذ هذا الحديث وتضعه كخطة عمل تنفذ في الميدان هذا هو المحك. الآن نحن أمام ما هي هذه الآليات، شكل هذه الآليات حتى أنها تتابع هذه المخرجات التي أصبحت نقاط الآن قابلة للتنفيذ فورا على أرض الواقع، وهذا هو التحدي. يعني لم يكن التحدي هو الحديث فقط وجمع هذه الآراء والتوصيات، وإنما كان التحدي كيف أن نحول هذه التوصيات إلى أشياء بالفعل نعيشها كل يوم. في لنا توصيات زي ما ذكرنا هي لمدى زمني محدد، والرئيس في خطابه أشار للجان الستة، لجان الحوار، السلام والاقتصاد والحريات ونظام الحكم والهوية وغيرها. اللجان الستة أشار لمخرجاتها زي ما ذكرت لك، لأنه الحوار مشروع استثنائي مخرجاته تحتاج لوضع استثنائي لإنفاذه. الآن مثلا إحنا في تكوين الهيئة التشريعية القومية، الوضع الطبيعي لتكوين الهيئة التشريعية القومية بالانتخاب، لكن لأن الحوار مشروع استثنائي وفرض وضع استثنائي في ناس أصبح تعين. انتخاب وتعيين لحد 2020، عشان كده لازم استحداث على الهيئة التشريعية، استحداث أولا آلية للتشريع لمراجعة القوانين مش المختلفة مع الدستور، المختلفة مع المخرجات أولا ابتداء، إنه ما هي القوانين التي تتعارض مع مخرجات الحوار. ومخرجات الحوار كانت واضحة، في قوانين قالت تحتاج إلغاء كامل وكتابة قانون جديد، في قوانين قالت تحتاج تعديل فقط. عشان كده لازم يكون الهيئة التشريعية القومية تنشئ آلية جديدة لمراجعة القوانين القائمة ومطابقتها لمخرجات الحوار. ده واحد. بعد ذلك لازم الآلية دي نفسها تكون محددة بسقوف زمنية، انه الآلية دي لازم تنتهي في نهاية الدورة البرلمانية اللي هي نهاية حكومة الوفاق في ابريل 2020، قبل ابريل 2020، وفي بعد ذلك ياتوا قانون اللي بيقدم الان في 2017 2018، وهي قانون الممكن يمهل الى 2019. نعم. مثلا لو سألوني قانون انتخابات ما لازم نعمله الان، لان انتخابات نحن بنخشها ابريل 2020 2020 ممكن قانون انتخابات يدعم 2018، نهاية 2018 بداية 2019. نعم. لكن قوانين متعلقة بالحريات دي عندها أولوية الآن، لأنه إحنا ما زلنا الآن نتحدث عن قوة سياسية معتبرة لم تكن جزء من الحوار. طيب هذه النقطة، في هذه النقطة أشار السيد الرئيس إلى إعادة ترتيب الأولويات للمرحلة المقبلة. إعادة ترتيب الأولويات بالمرحلة المقبلة قد يكون مدخل إعادة أيضا أولويات الأحزاب المشاركة في حكومة الوفاق الوطني. يعني أنت الآن إذا تحدثنا عن منصة المؤتمر الشعبي ستتحدث عن الحريات كما تفضلت الآن وختمت حديثك بالحريات الآن، هل لكل حزب أن يحدد هو أولويات المرحلة المقبلة؟ خطاب السيد الرئيس حدد أن يتم تحديد أولويات المرحلة المقبلة، هل كل حزب حيضلي بدوله ولا احنا متوافقين على نتحدث عن أولويات؟ لازم نتكلم عن ما هي مرجعيتنا. الحوار في الوضع الطبيعي اي حزب عنده مرجعيته هو، لكن احنا الان
سميناها دي حكومة التوافق. مرجعية الحوار. عشان كده كل إعادة ترتيب الأولويات لمنظومة الدولة دي تكون وفق المرجعية اللي هي مرجعية مخرجات الحوار. ودي ما بتمثل برنامج حزب. نحن لما نجي في انتخابات 2020 حينما نتقدم ببرنامج الحزب. نعم. الوكيل ده. لأنه دايما نقول للشعب السوداني من نحن ماذا نريد أن نقدم لك؟ لكن نحن الآن نقول للشعب السوداني نحن حكومة الوفاق. سنقدم لكم إنفاذ مخرجات الحوار. ودي المفروض تكون دي القاعدة ودي المرجعية لكل المشاركين في حكومة الوفاق. نعم. نحن نفتكر حكومة الوفاق ليكتمل الوفاق. حتى الآن عندنا قوى سياسية خارج الوفاق. عندنا حركات مسلحة ما زالت تحمل السلاح. الآن الأخ الرئيس يتكلم بصورة واضحة جدا عن مشروع نزع السلاح. نزع السلاح مربوط بصورة مباشرة جدا بوجود حركات مسلحة في الخارج. لن يكتمل هذا المشروع ما لم يقوم سلام حقيقي. طالما في مجموعات ما زالت تحمل السلاح، إذا هنالك ضرورة لآخرين يحملوا السلاح. أو لو ما قلنا ضرورة، هنالك ذرائع لكثير من الناس إن والله أنا ما بقدر أسلم السلاح طالما هنالك حركات مسلحة تهدد أمني واستقراري. وهو خدت السلاح كله في يد الجهة المنوط بها القيام بالحفاظ على الأمن والاستقرار. ما لأنه السلاح الذي نتحدث عنه الآن ما سلاح شفته. ما سلاح كل السلاح في أيدي الناس الآن تحصل عليه بطرق غير شرعية. أبدا. ذلك كانوا جزء كبير منهم كان جزء في منظومة الدفاع أو مقابلة هجمات الحركات المسلحة. صحيح. طالما السبب قائم ممكن تكون دي ذريعة. أنا قلت لك ممكن تكون ذريعة، ما معناه ضرورة، ما معناه سبب كافي، لكن ممكن تكون ذريعة للناس إنه ما يسلموا السلاح. في ناس ممكن يقتنعون والله نسلم السلاح لأنه هنالك جهة اسمها القوات المسلحة هي ستقوم بمسؤولية حمايتنا. نعم. ولكن أيضا عندهم تجربة في حركات مسلحة، والآن حرب عندنا في دارفور مثلا في جنوب كردفان مختلفة من الحرب عندنا كانت في الجنوب. الحرب في جنوب كردفان في دارفور وفي جنوب كردفان استهداف الأساسي للمدنيين. نحن هسه معظم الأرواح التي أزهقت في دارفور في كردفان ما في معارك عسكرية بين حركة مسلحة وجيش دولة. معظم القتلى كانوا مدنيين بهجمات على المدنيين من جهات مختلفة. دي ذريعة كبيرة جدا لكثير من الناس يتمسكوا بالسلاح. عشان كده لاستكمال مشروع نزع السلاح ده لازم يتم سلام مع الحركة المسلحة. لشان نقول عندنا حكومة وفاق كاملة فيها كل القوى السياسية، لازم يمتد الحوار للقوى التي ما زالت خارج حكومة الوفاق. عشان كده دي أعمدة أساسية جدا لازم تكتمل، وكان في خطاب الرئيس واضحة جدا. الرئيس تتحدث عن مواصلة الحوار. نعم. مواصلة الحوار مع ضيع اعتراف إنه في آخرين ما زالوا خارج بيت الحوار، لابد أن يدخلوا حتى نتوافق جميعا، عشان لما نمشي انتخابات 2020 نكون فعلا نحن كلنا متوافقين. عشان كده البرنامج الرئيس الان تحدث عن المدى كامل، مدى الحوار. عاده الرئيس يقدم في خطابه سياسه لعام. نعم. هذه المره توسعت بعض. لانه الرئيس واعي جدا انه هذا عهد جديد. هذا اسمه عهد حكومه الحوار الاجل من الان الى 2020. نعم. عشان كده قدم ملامح الخطاب للفتره دي حتى 2020. عشان كده لازم على الهيئه التشريعيه القوميه وهي تدرس خطاب رئيس الجمهوريه تكون واعي انه هذا خطاب لعهد جديد يحتاج فلسفه جديده، يحتاج اليات جديده، يحتاج منهج جديد. الرئيس الان ما محتاج من الهيئه التشريعيه القوميه تصفق له، ما محتاج اشاده ولا محتاج تبريكات، محتاج اعانه انه البرنامج اللي احنا متوافقين عليه ل 2020 ده مساهمتنا نحن كهيئة تشريعية قومية. السيد رئيس الجمهورية في خطابك ده نقترح لك الآليات الآتية. مفروض الهيئة التشريعية القومية في خطاب للرئيس تخرج بآليات، تستحدث آليات جديدة، فلسفة جديدة، واجهات جديدة تتناسب مع المناسبة. طيب. تتناسب مع الفترة. في نفس حديثه هو تناول ما يلي: إدماج توصيات الحوار الوطني في الاستراتيجية الثالثة للدولة للفترة حتى 2020، وتكون بعد إجازة الهيئة التشريعية وثيقة مرجعية حاكمة لمهام حكومة الوفاق الوطني. هكذا وردت العبارات. معنى ذلك أننا سنتخذ بعد إجازة البرلمان لها وثيقة مرجعية. وحقيقة برضو جهد قاموا بيه الإخوة في الأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي. هم اصلا عندهم خطه
كانت من 2015 ل 2020. نعم. خطة الاستراتيجية. خلينا نفعله يعني بمبادرة منهم. بتقول هنا واحدة من منظومة الدولة بيتكلم عنها الأخ الرئيس يعني. مسكوا المخرجات الحوار وأدخلوها هم في الخطة الاستراتيجية. وعملها برمجة من 2017 ل 2020. ده جهد مقدر منهم. الاخر الرئيس لانه برضه يمكن واعي بطبيعه اليات الحوار وحكومه الحوار. ما اكتفى ما اصلا هو رئيس التخطيط الاستراتيجي المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي وتقدمت له في الاجتماع السابق. لكن برضه داير يقدمها لهيئه التشريع القوميه عشان تعتمد وثيقه مع وثائق الحوار. دي الوثيقه الوطنيه ان احنا بنتحاكم عليها من الان لحد 2020 باعتبار انه اصلا الاستراتيجيه كانت موضوعه من 2015 ل 2020 فيها برنامج اصلاح الدوله المعروف يعني. نعم. مخرجات الحوار جات مكمله يعني ما تعارضت. لا هي كملت. ما تعارضت. تكاملت مع. ما تعارضت مع مشروع اصلاح الدوله كان اصلا مطروح. نعم. هي تكاملت معه. عشان كده لما اتكلم الاخ رئيس عن دمجه عشان اقول انه والله ما في تناقض بينهم. نعم. الاثنين بيتكلموا عن غايه واحده. لكن بعد ادماجهم نظريا محتاجين بعد كيف ننزلها عشان تبقى واقع. وده كان خطابه للهيئه التشريعيه القوميه. بعد اعتماد الوثيقه الجديده دي وثيقه اصلاح الدوله مع مخرجات الحوار في الخطه الاستراتيجيه القوميه من 2017 ل 2020 تحتاج هذه الخطه لآليات ببرمجه زمنيه واضحه. عشان لما نجي نحن في خطاب الرئيس للهيئه التشريعيه القوميه في ابريل القادم شهر 2018 نقول ماذا فعلنا في خطاب رئيس الجمهوريه في 2017 ونقول لرئيس الجمهوريه ماذا فعلت في توصيات الهيئه التشريعيه لك لما قدمت لهم برنامجك في 2017 هم قالوا لك والله دي الاليات المفروض انت تنشئها في رئاسه الجمهوريه في مصر رئاسه الجمهوريه وهذا ما ينبغي يفعله الجهاز التنفيذي وهذا ما ينبغي يفعله الاخوه في الولايات. عشان ما نكون قلنا كلام لازم تكون خطه واضحه وقابله للقياس. عشان يقول والله هذا كتابنا نحن والله انجزنا فيه 20% ال 80% ما انجزناه لانه كانت هنالك عقبات واحنا عشان نتفاداها في الخطه القادمه عشان ما تبقى نحن خطب الرئيس مهرجانات للتصفيق والاشاده وبعد ذلك الهيئه تفرقع الى منازلهم غدا ليؤكدوا ويجددوا الاشاده. حقيقه الرئيس ما محتاج له اشاده. طيب احنا هناخذ جزء ثاني من خطاب السيد الرئيس ونناقش ما تلاه من نقاط. لقد انجزنا خلال المرحله المنصرمه منذ صدور الوثيقه الوطنيه للحوار اهدافنا المرحليه التي حددتها الوثيقه وما اقترن بها من توصيات لا سيما في الجوانب المتصله باعاده هيكله الحكم وما تطلبه من تعديلات دستوريه وقانونيه توائم ما اتفق عليه في الاصلاح الدستوري وتشكيل لبعض اليات العمل المتفق عليها وتطوير لبعضها الاخر وما حققناه من تحول ايجابي في علاقات الخارجيه نحو قضايا السودان وجهوده التنمويه الامر الذي دفعنا الى ترتيب اولوياتنا وفق ما تحقق وفي ضوء ما ورد من توصيات ملزمه في وثيقه الحوار وذلك بادماج هذه التوصيات في الخطه الاستراتيجيه الثالثه للدوله للفتره حتى 2020 ليكون دعم بعد اجازتكم لها بمثابه الوثيقه المرجعيه والحاكمه لمهام حكومه الوفاق الوطني واجهزه الدوله كافه وذلك لتقويم ادائها وقياس اثر هذا الاداء وجاري الان استكمال انشاء الاليات التي قرر الحوار الوطني للنهوض المؤسسي بجهود رسم مسارنا الاستراتيجي في تحقيق التنميه الشامله سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. الاخوه والاخوات الكرام ان من نعم الله على بلادنا ان حباها بموقع جغرافي متميز وموارد طبيعية غنية كانت أم بشرية ولكن آثار كل ذلك أطماع الكثيرين لتحويل نعمة مواردنا إلى نقمة علينا. طيب ده الكلام اللي احنا كنا بدينا فيه والحديث حول
خطة إصلاح الدولة والمرجع الاستراتيجية اللي كانت موجودة بما فيها برنامج إصلاح الدولة ودخولها ضمن مخرجات الحوار الوطني اللي تشكل معا وثيقة واحدة وتشكل مرجعية متكاملة يتم إجازتها من خلال هذه الدورة البرلمانية. الحديث أيضا عن إعادة هيكلة الحكم وهو يعني واحدة من اللجان التي كانت في الحوار الوطني وواحدة من النقاشات الساخنة التي كانت في الحوار الوطني وصاحبت حتى ما بعد الحوار هيكلة الحكم. التعليق على ما ذكره السيد الرئيس في إعادة هيكل الحكم وإنشاء آليات لخروج الحوار الوطني أو للنهوض المؤسسي للحوار الوطني داخل هذه الحكومة. أنا حقيقة كنت في الحوار في واحد من مقرري لجنة قضايا الحكم يعني من فضل المخرجات يعني. الآن الرئيس كان يتكلم بصورة واضحة قال نحن أنجزنا. تحدث عما أنجزته مؤسسة الرئاسة في متعلم مخرجات الحوار اللي يتكلم عن التعديلات الدستورية. فعلا دي كان بتالي مؤسسة الرئاسة. والآن قال سننشئ آليات أخرى. وتحدث عن السلام. في مخرجات الحوار كان واضح جدا إن في حاجة اسمها المجلس الأعلى للسلام. هو ده جسم المنوط به إكمال عملية السلام من المفاوضات مع المجموعات ما زالت تحمل السلاح إلى علاج أثار الحرب، منها نزع السلاح، منها عودة النازحين واللاجئين، منها علاج مشكلة الأراضي، منها حكاية التمييز الإيجابي للمناطق التي تأثرت بالحرب. دي كلها تفاصيل مفروض تدخل داخل المجلس الأعلى للسلام. المجلس ده واحدة من الآليات مفروض الهيئة التشريعية القومية من إشارات خطاب الرئيس الواضحة دي يكون عندها توصيات واضحة جدا في كيفية إنشاء المجلس الأعلى للسلام، لأنه الرئيس قال هو عازم لتكملة آليات إنفاذ المخرجات. واحدة منها الآن وكضرورة قصوى جدا ما في اثنين بيختلف إنه والله السلام هو أولوية، لأنه نحن ما الآثار الاقتصادية الآثار يعني معاش الناس واحد من الأسباب الرئيسية جدا الحرب. علاقاتنا الخارجية سنح نتكلم عن حقوق الإنسان، نتكلم عن العقوبات عن السودان، واحد من أسبابها الحرب وتبعات الحرب يعني. لو نحن قدرنا أنشأنا آلية للسلام زي ما قال الحوار مجلس أعلى للسلام أدخلنا فيه كل متعلقات السلام جذور الحرب، لأن الحرب دي إحنا ما حرب خارجية، حرب أهلية. يعني الآن السودانيين يحاربون السودانيين لأشكال مختلفة. لأشكال مختلفة، حركات مسلحة ولا قبائل ولا غيرها. ما هي جذور هذا الصراع وكيف علاجه؟ دي مخرجات الحوار تكلمت عنها بصورة واضحة جدا، وتكلمت عن آليات إنشاء مجلس أعلى للسلام، تكلمت عن التمييز الإيجابي، تكلمت عن آثار الحرب غير وغير. المفروض يكون في تحليل ودراسة الهيئة التشريعية القومية لخطاب الرئيس كلام واضح جدا عن مجلس الأعلى للسلام اللي بيحقق الأولوية الأولى اللي ذكر الأخ الرئيس في خطابه تحقيق السلام. في ثلاثة نقاط ورا بعض تحدث عنها الرئيس كلها متعلقة بالسلام، متعلقة بالمجلس الأعلى للسلام. تحدث عن آليات أخرى. مخرجات الحوار تكلمت عن المفوضيات، لأنه أصلا هي ذاته بيجيب المفوضيات شنو بيجيب يعني حكاية مجلس الأعلى للسلام وغيره. لأن الحوار بيتكلم عن فترة مؤقتة من 2017 إلى 2020 تحتاج إجراءات استثنائية، لأنها هي فترة استثنائية نحن دايما نعمل بها تمهيد. الأخ لسه يتكلم عن التحول الديمقراطي. نعم. في 2020 التحول الديمقراطي ده داير بيئة، داير هيولو مناخ. الحوار كل العمل هي المناخ للتحول الديمقراطي في 2020. من المفوضيات أسد تكلم عن مجلس الأعلى للسلام ومش شكل مفوضية. تكلم عن مفوضية دستورية. مفوضية مفروض تراجع القوانين. دي آلية من الآلية المفروض تنشأ. تكلم عن المفوضيات متعلقة بالانتخابات. يعني انتخابات دي عندها قانون، عندها قانون أحزاب، عندها إعلام، عندها تمويل، عندها شكل الأحزاب، التحالفات. دي كلها في آلية اسمها مفوضية انتخابات. كيف تنشأ؟ دي واحدة من مخرجات الحوار. شكل السابق لما نتكلم عن آليات سنستحدث حقه طوال هيئة التشريعية القومية تمشي في الاتجاه تحدد له الآليات وفق مخرجات الحوار، لأنه دي المرجعية. والأخ الرئيس قال نحن أنجزنا. أنجز ما يلو، لكن ما زالت هنالك ملفات تنتظرهم من هنا لحد 2020. نعم. وحقه ترتب له الأولويات. شنو المفوضية العاجلة اللازم يشاء الرئيس اليوم أو قدر؟ وشنو ممكن تحتمل
عشان كده قالوا إعادة الترتيب. إعادة الترتيب قال في أكثر من نقطة في حواره في خطابه. عشان كده هو الآن واحد من التحديات الكبيرة جدا التشريعية القومية في مناقشة خطاب رئيس الجمهور كيف يعني عشان ما يكون كلام. هو قال إعادة ترتيب منظومة الحكم كلها وأولوياتها. داير الهيئة التشريعية القومية تمشي له إنه كيف نعمل مفوضية السلام، مفوضية الانتخابات، مفوضية الإحصاء، مفوضية الأراضي، حتى الإعلام والهوية في الحوار قالوا نعمل لهم مفوضيات. مفوضيات ليه؟ لأنه الآن إحنا عندنا أوضاع استثنائية من هنا حتى 2020. بمؤسسة الدولة القائمة دي بشكلها الطبيعي ما ممكن أصلا توفر مطلوبات تهيئة مناخ التحول الديمقراطي في 2020. عشان كده لازم تتعمل آليات استثنائية تتناسب مع الظرف والمكان. دي خطاب الرئيس للأخ للإخوة في هيئة الشعائر القومية. يا هيئة الشعائر القومية أدونا مقترحاتكم، أدونا رؤاكم عشان تساعدونا نحن في رأس الجمهورية ننشئ الآليات التي تتناسب مع مع الظرف والمخرجات. حديثه أيضا تضمن نقطة تحدثت عن الموارد البشرية والموارد الطبيعية في البلاد، وأنها يعني مفروض تكون دافع، هي كانت دافع لأطماع الكثيرين، والناس بتأمل أنها تكون يعني استثمارا للبلاد ودعما لاقتصاد البلاد ليسير قدما. أيضا تحدث عن البناء الاقتصادي، تحدث عن الخدمات جميعها حتى مشروعات الإمداد الكهربائي، ربط المدن الكبرى بالولايات، جميعها كانت نقاط تدخل في إطار التنمية. حتى هذه الموارد وكيفية تنمية هذه الموارد حتى يصل المواطن إلى مرحلة العيش الكريم والرفاهية بوجود هذه الموارد التي تمتلكها الدولة. تفضل. يعني الرئيس بيشير لنقطة مهمة جدا، حكاية الموارد. نعم. اللي بينتبه لها الآخر اللي بتخلي تسير أطماعه تجاهنا. نعم. لأن عندنا موارد طبيعية وبشرية بتصير حفيظة الآخرين، بتخلي عندهم أطماع علينا، لكن نحن ما حاسين بما عندنا من نعمة. الحمد لله. يعني الرئيس بيذكرنا إنه نحن عندنا موارد بشرية، عندنا موارد طبيعية، لأنه استغلالنا لها ما الاستغلال الأمثل. نحن ماشيين في تدهور، ولأنه الآخرين شايفيننا زاحفين لنا في أطماع. نعم. نحن متأخرين والآخر زاحب علينا، لو ما انتبهنا نحن حنكون إلى زوال. عشان كده نحن عندنا موارد بشرية، عندنا موارد طبيعية محتاجين نستغلها استغلال الأمثل في الفترة المحددة دي حتى نقوي ما نحن فيه. والرئيس عمل إشارات لما قال الخدمات التركيزية، ده بالنظامنا الجديد بدستورنا الجديد دي بتخش في السياسة العامة، دي بتخش في سياسة في اختصاصات مجلس الوزراء اللي هو رئيس الوزراء ومجلسي بالتضامن، دي مزلت بصورة مباشرة. عشان كده خطاب الاخ الرئيس الان وجه رسائل للهيئه التشريعيه القوميه، وجه رسائل مباشره جدا للجهاز التنفيذي، ومشى اكثر تكلم عن تعزيز الحكم الاتحادي. نعم. هنا طوال معنا خطاب للولايات، وتحدث الاخ الرئيس في الخطاب عن الحكم المحلي، وفعلا دي واحده من مخرجات الحوار، تعزيز الحكم المحلي كمستوى سياسه حكم. نحن عندنا سياسه حكم ثلاثه، قومي ولاي محلي. نعم. لما نقول مستويات حكم ثلاثة معناه ما في مستوى عنده الحق الدستوري يطغى على الآخر، سواهم قال مستويات ثلاثة. لكن احنا عندنا في التجربة الحكم المحلي ده أصبح كأنه هو تابع الأقل. أيوه. تابع. عشان كده كان في إشارة واضحة جدا الآن في خطاب الأخ الرئيس لغاية الحكم المحلي. وما أعرف من الصدف لكن تزامن اليوم في الهيئة التشريعية القومية ولاية الخرطوم اوضعوا السمات العامه لقانون الحكم المحلي، لكن وللاسف الشديد وانا اطلعت على مشروع القانون اللي قدموه اليوم في الهيئه التشريعيه القوميه، الهيئه التشريعيه مجلس التشريع ولايه الخرطوم، ايضا القانون الحكم المحلي تقدم اليوم لا يتناسب لا مع مخرجات الحوار ولا مع خطاب الاخ رئيس الجمهوريه ولا مع مخرجات الحوار. طيب جا من وين؟ جا كيف طيب؟ قانون موغل في المركزية، موغل في المركزية وفيه تركيز سلطات، لأنه هو أصلا اسمه قانون حكم محلي. المشرع لما عمل قانون حكم محلي، والعمل كان في مجلس الولاد حسب اختصاص الدستوري، عمل قانون إطاري صدر في شهر 5 2017، شهر 3 2018
17 ده القانون الإيطالي، المفروض كل الولايات تتنزل تعمل قوانين الولاية تتوافق مع القانون الإيطالي، تتوافق مع الدستور القومي، تتوافق مع دستور الولاية، تتوافق مع حريات الحوار. لكن أنا اليوم باطلاع بصورة عامة القانون وضع اليوم حيناقش طبعا حيناقش، وحتى المجلس التشريعي ما دام لسه في نقاش، المجلس التشريعي يعني برضه يمكن يمعانا منه لمزيد من النقاش في القانون ده، كان المفروض ينتهي اجل ومدد الاجل. انا اتمنى الاخوه في مجلس التشريعي ولايه الخرطوم قبل ما يجيزوا قانون الحكم المحلي ده يرجعوا للقانون الايطالي، يرجعوا للدستور القومي، يرجعوا للدستور ولايه الخرطوم نفسها، ويرجعوا لمخرجات الحوار. لانه القانون الحكم المحلي ده لو ما توافق مع الـ مع الـ مع الـ مع كل هذه الاشياء طبعا سيكون قانون غير دستوري. لو خالف مخرجات الحوار نحن ناس الحوار بكره بنضع فيه، لو خالف الدستور بكره في جهات حتضع فيه، ولو خالف القانون الايطالي الوضع مجلس الولايات ناس مجلس الولايات حيضعنوا فيه. عشان ما نعمل قانون محلي، وده قانون اساسي جدا لانه بيتكلم عن السلطه في مستوى الولايه، المستوى المحلي وعلاقتها بالمستوى الولايه وعلاقتها بالمستوى القومي. لانه احنا كنا بنتكلم عن قسمه موارد ما بين المركز والولايات، ما في كلام واضح كان عن قسمه الموارد بعد ما تجي الولايه بين مركز الولايه ومحلياتها. القانون الايطالي يتكلم عنها بصوره واضحه جدا. المفروض في القانون الحكم المحلي الان اللي بيناقش فيه مستوى الولايه، وده الرئيس ركز عليه وتكلم بتفصيل شديد، يعني الرئيس كان بيتكلم عن سياسه كليه لكن طوالي مش يتكلم عن قانون الحكم المحلي لانه واعي بالحكايه دي باهميتها، وكان والدرجه اللي تم النقاش بها داخل اليات الحوار كمستوى حكم كان مهمل لفتره طويله جدا. يعني احنا بنتكلم عن نظام فيدرالي بنفتقد لقوانين الحكم المحلي، ودي كانت مفارقه شيء كبير في نظام فيدرالي يكون عندك انت مشكله في مستوى مساعد حكمك، لانه اصلا الحكم الفيدرالي ده اضلاعه الثلاثه لو ما قامت كلها على نفس الاسس بيكون في خلل. أكيد. في خلل طوالي، معناه في خلل في الفيدرالي، في خلل في الفيدرالي طوالي بيدخلنا للتهميش، يدخلنا لاسباب الحرب، يدخلنا ثاني رجعنا للمربع الاول اللي كان يتكلم عنه الاخر رئيس الجمهوريه عن محور السلام. لو ما صحنا على الحكم المحلي ما في سلام. طيب في فيما تبقى لنا من دقائق، الخطاب تحدث عن التوظيف الايجابي للموارد الطبيعيه والاستثمار فيها لكل ولايه على حده. يعني بعد كده الناس ما تتكلم لنا عن مشروعات قومية كده كشعارات أو كخطوط عامة ودون تفصيل، لا بعد كده الموضوع هيكون مشروعات لكل ولاية لوحدها، وهيتكلم عن مشروعات تكاملية لأنه لازم في مشروعات. حتى عشان كده لما تكلم عن الحكم المحلي تكلم عن موارد الحكم المحلي. نعم. يعني لازم الحكم المحلي يكون عنده موارده الذاتية، بعد ذلك على المستوى الولايه لما نتكلم لازم يعني لو وصلنا المحليات بتعتمد على رأس الولايه، الولايه بتعتمد على الحكومه المركزيه، اذا احنا ما عندنا حكم فيدرالي. عشان كده الرئيس الان اليوم لما تحدث عن قوانين استثمار ومشاريع استثماريه في الولايات، لانه لا يستقيم حكم فيدرالي من غير فيدراليه ماليه، من غير انه الولايه تكون عندها المقدره على تنميه مواردها. واصلا نحن الاشكال اللي عندنا الان في المركز لانه ضعف الانتاج، في الانتاج اصلا ما بيجي من المركز، الانتاج بيجي من الاطراف، بيجي من الولايات، لكن لانه تعطلت التنميه، تعطل الانتاج، تعطلت التنميه، تعطل الانتاج والتنميه في الولايات، اصبحت تنجي للمركز. نعم. اصبح المركز يعني بيقدم خدمات لكل السودان، والمركز اصلا ما عنده موارد. الموارد المركز المفروض تجي من الولايات، عشان كده كانت تحدث خطاب الرئيس بصوره دي المفروض تصل برضه في توصيات في دراسة الهيئة التشريعية القومية لخطاب الرئيس، ما هي الآليات التي تمكن الولايات من قوانين استثمارها؟ كيف انه ودي برضه من الهيئة التشريعية القومية من رئيس الولايات، انه مطابقة قوانين الولايات مع قانون الاستثمار القومي، مع كيف نحن نعمل وزنة لتشجيع الاستثمار ونحافظ على الموارد، نحافظ على حقوق البشر، لأنه أيضا حكاية الاستثمار فيه إشكالات كبيرة جدا ما بين حقوق البشر الموجودين في المنطقة بين المشروع القومي والمشروع الولائي. المشاريع القوميه ذات تتوزع كيف؟ مرات تجي تلقى ولايه فيها عدد مثلا النيل الابيض في التصنيف من الولايات الفقيره في السودان. نعم. فيها مشاريع قوميه كبيره، ما هي علاقه الولايه يعني احنا الان معظم السكر ينتج في السودان بمشاريع في النيل الابيض، حتى المشروع الجديد. نعم. حدثنا عن كنانه وعسلايه وغيرها.
ما هو نصيب الولاية من المشاريع القومية؟ لابد لها من نصيب. لابد تكون في صيغة واضحة جدا ما بين الولاية الفيها المشروع القومي، وبتين نعمل نحن مشروع قومي في ولاية، وبتين نعمل مشروع ولاية، والعلاقة بينه علاقة بين المركز. بعد ذلك في الولاية برضو ما ننسى نحن زي ما دايرين نحفظ حق الولاية مع المركز، لازم نحفظ حق المحلية مع الولاية. دي منظومة لو ما الناس توافقوا عليها بصورة واضحة جدا بواجبات وحقوق واضحة جدا، لا يستقيم عندنا أصلا أمر الحكم. تمام. أيضا خطاب السيد الرئيس تحدث عن ملف العلاقات الخارجية، ما أحرزه في السودان من تقدم في مجالات مختلفة على صعيد العلاقات الدولية بيننا وبين عدد من الدول. أيضا تحدث عن ملفات أحرز فيها السودان إشراقات كملف مكافحة الإرهاب، غسيل الأموال وما إلى ذلك، في نقاط كثيرة قد ذكرها في الخطاب. أيضا تناول إصرار أو التركيز على إصرار الدولة على دعم السلام والأمن الدولي والعمل على استقرار المنطقة. هذا كل ما ورد في خطاب السيد الرئيس. هناك بعض النقاط التي قد يتم تداولها عبر الإعلام في مقبل الأيام، تحمل الكثير من التحليلات أيضا فيما ورد في هذا الخطاب الذي وصف بأنه خطاب هام ومفصلي واستراتيجي في هذه المرحلة التي يمر بها السودان. أشكر ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ تجدين بناي عضو مجلس الولايات على حضوره ومشاركتنا اليوم في أكثر من زاوية. شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا مشاهدي الكرام لمتابعة هذه الحلقة. إلى اللقاء.